بوز يعودوا من جديد بكلاش شبان كلاشات لبزاف الناس، منهم اللي كيدير راب ومنهم اللي كيدير لي ريفيو ومنهم اللي فنانين، وحنا كيف ديما الدور ديالنا نحلوا التراك ونعرفوا علاش كيهضر بالضبط، لا من تشيتر ولي كوفر وحتى ليريكس. باش تخرج من بعد هذا الفيديو فاهم كلشي، ما غير دير ابوني لايك الفيديو وتبارطاجي البلان مع صحاب باش تشجعنا ونجيبوا فيديوهات كثر. 3 ديسمبر مع 4 الصباح بالضبط اجينا بوز تراك يوسيفر كورت في على دولي بران، من بعد ما كلاشا في تراك زاندا وكرر ديال طولي بتراك فليلو. بالنسبه للتراك الاخير تاع بوز بيك على بزاف تاع الروابا، نبداو لي ريفيو ديالنا وغتعرفوا علاش كنهضر. بدايه بالعنوان يوسيفر، هي اسم مسلسل امريكي كان كيدوز في التلفازه في قناه فوكس بتاريخ 25 يناير 2016، عدد المواسم ديالو هما 6 وعدد الحلقات اللي فيه 93. احداث القصه كتدو على واحد الشخص كيمشي من الجحيم الى لوس انجلوس، وتما في كيولي جيرون تاع واحد البار، ومن بعد كيولي وصل الهضره للبوليس يعني مستشار او برقاك ديالو. ولكن الى رجعنا للاصل وقلبنا على الاسم يوسيفر اش كيعني في اللغه اللاتينيه، كتعني هي نجم الصباح، ولكن حاليا تبدل المعنى ديالو، اصبح كتعني هي الشيطان او ابليس في تقاليد المسيح. من بعد ما فهمنا العنوان نمشيو نشرحوا الارت وورك والساطلي صايبه وحاتم باهيه، وهاد الدري ديما كيخدم مع بوز. هنا كيبان ليا الصوره ديال البركان وهو هايج وحارق دوك السبعه اللي كانوا دافعين دوك الصخرات في الارت وورك الاولى، والشخص اللي عاطي البركان بالظهر هو بوز في الميتال، شعل العافيه وعطاها بالظهر، يعني باغي يوصل لنا ان صافي بلغ السيل والذوبه والبركان هاج وحرق كاع اللي جا في طريقه. وهذا الشيء مازال غادي نعرفوه فاش غنشرحوا ليريكس. نبداو نشرحوا اشنو هو السطور. ماشي بوكس توفيك هنا غنبقاو غنبوكس توفيك براندو لي بوكس توكيك جيب شراب طنطا وبركان واش عايشي كاع الروبارو ناريش بيت. بداية بوز كيضحك على دولي بران فاش حط لي ريمة من الكلاش تاعو في هاد التراك، باغي يوصل ليه بأنه الكلاش ديالو ناقص ومقاسوش، والدليل هاني كنسمع ليه ومحرك فيه حتى شي حاجة. وهاد القضية راه كانت حتى في البيف بين امينيم و ام جي كي، فاش حط ليه ستار من الكلاش ديالو في التراك ديال امينيم. من هاد البلان جاب بوز لانسبيراسيون ديال اللعيبة. سكوت صافي، ملي دار لي هاد الاكسيون تا غير ريح شعل عليه كارو وغادي يبدا يعطيه القاصح. وهاد القضيه كيديرها لاي واحد باغي يصوت في الضحيه ديالو. اوكي الراب بون سونتي اللي باغي الريب هالشانطي اللي باغي الحرب يبين ليا ما عنديش مشكل في اي واحد فيهم، اللي جا مرحبا اللي جا نمشى اون بارتي دولين بيفي مع البيوطات كوارتي اللي جا عندي مرحبا بيه كنزيد نقولها لكم. اما انت هاد الدولي ركبت بيه غير مع البيوطه الوراق، مازال ما قلتش حتى شي حاجه من داكشي اللي كتبت انا. هنا راه بوز قرا الكتابه تاع الدولي مع الورقه البيضاء ديالو باللي عنده ورقه بيضاء وغيدخل معاك بها في بيف وغيربحك. لنفريد غنجاوب باش غنجاوب لا كان دولي بران راب غير الله يصاوب. الا بقيتو عليا وكتقول لي جاوب وجاوب اش غادي نجاوب الا كان هذاك راب عنده غير الله يصاوب. وهاد الدعوه كنقول لاي واحد محتاج وكتعاون معاه بداكشي قسم الله، وفي الاخر كدعي معاه كتقول له ايوا الله يصاوب الوقت. تراك فليلو هادشي وكان لاش وليتي بشرى اهريش بلارطان. تراك تاع فليلو انتقده هو بزاف وقال عليه غير هادشي وكان وقارنو بشرى اهريش فاش كتحيد الماكياج ما كتبقاش عارفه راسها. وهنا فسرها بكلمه الريطان في اخر ريمه. اما بالنسبه لشرح كلمه الريطان كتعني في المعجم العربي هو شي واحد كيقول شي حاجه وهو ما فاهمهاش. اليه كنصيحتي اخي البني لي جودمو ديالنا وكينني. خذ نصيحه ديالي اخي البني، وهنا بحال اللي عزله واعطاك بالبشره ديالو. ماشي ديال الضحك واينني اللي ترشوا القوش كنردوا بلي مني. انا راه ماشي ديال الضحك، واذا دخلت معاك في هذا البيف غادي نشرشمك حيت ما كنضحكش وعندي غير النيشان، واذا صرفقتك باليسرى غادي نعاودك باليمنى ما نعطلكش باش جاي باش طير. تهزي زواري بالثومه والمال قاطع اللي جات في حقك كتعيش مفلحه. بوز دهن الزوار تاعو بالثومه والمال قاطع، الا مشى ضرب شي واحد ما غاديش يبرق، وهذه القضيه معروفه في الزنقه. شي واحد كيبغي الطايف كيمشي دهن المضايه تاعو بزيزوار باش ما تبراش الضربه وتفلح مزيان. اما هنا بوز قصد بزيزوار تاعو هو ستيلو ديالو باللي عنده قلم موجود لحر واللي نيش فيه ما غاديش ابرا من ضربته. هاك تكنيك فوق البيت مسرحه جمع عليا داك الهيس الكينات مدرحه. هاك التكنيك تاع التقصار اللي واعر فوق البيت مسرحه، يعني كنمشي نيشان وما كنديكاليش وما غنجيبش السطر من هنا وسطر من هنا باش نكمل الكوبلي تاعي. الا بغيتي دير معايا هاد البيف حيد دوك الكينات المدرحه ما كتعطيكش انسبيراسيون واعره، يعني القرقوبي اللي كيتقرقع بالطولي يعني مدرح ماشي اوريجينال، وديك الانسبيراسيون كتعطيه هو اللي كيحط فوق الورقه، ومني كيحط داكشي فوق الورقه هو اللي كيرابيه، ومني كيرابي يعني كيعطي داكشي فالسو ماشي شي حاجه اوريجينال. هاك البينغ بون فوق الكيك مقرضه كنرابي والراب عاطيني الرضا. هادشي اللي كندير انا راه هو الراب ماشي اللي كدير انت، وراه عاطيني الرضا وراضي عليا. بحال شي واحد كيكون مرضي مع والديه وكيتعامل ببر الوالدين على حقه وطريقه،
كيكون الوالد ليه راضين عليه. هكاك بوز هو راه كيحط الراب على حقو طريقه، ماشي مره كيغني ومره كيدير الواي واي. يعني انا راه كندير الراب والراب راضي عليه. كي كامبان هاد الشيء عاد كيبدا بسبب الدراري في لي ريفيو مزرده. سمح لي يا اخي، انا راه ما كنديرش لي ريفيو بزاف. هنا كاش شي وحدين اللي المحتوى ديالهم غير لي ريفيو، منهم بوصحاق اليوتيوبرز ديالنا بحال الى كلاشا هنا بالضبط. باغي يقول زعما راه حتى كنحط انا هني كيخدموا هما، زعما الدراري كيديروا لي ريفيو. راه بصح نهار كيحط بوز راه كلشي كيدير لي ريفيو على التراك ديالو، راه كيروج الحركه وكيدخلوا فلوس على دارو. حط الابهام في البطن بومبيها، اما هذا غير شتيره ما عنده كيدير ليها. انا راه دو لي بران هو شتيره تاع الراب المغربي، يعني راه صيفط ليه باس في الكلاش الاول باش يبان واعر، ولكن راه ما عنده كيف يدير ليها. كلشي عاق على شتيره. نهار نشاقلو الزلزولي في الباس اللي عطاه وما شداش مزيان، وقال ليه كيف غادي ندير ليها. صافي هادشي اللي جابو لك الرومبو، ما شديتي ريما ما شديتي تيمبو. واش صافي تبوقتي حتى يتي باش تحط شي حاجه اللي واعره، وفي الاخر حتى شي ريما زوينه ما حطيتيها، اش هاد التبويقه عندك؟ واو قال لي ولد جبل ولد المرفوض الدراري باركوا الراب اخيرا جا شي كامبو. واش انت مكلخ تسبني حيت انا كنسكن في الجبل؟ اجي والدراري فسروا لي باللي الراب ما كيتعلقش في البلاصه فين كتسكن، ومنين انت اصلا كثر ما كيتعلق باشنو عندك واشنو كتكتب. كل سطر مرولي سيجاريت كلوبو، داك النيفو راه كنحطو وانا روبو. في كل سطر راني كندرسو مزيان هني كنحطو، وقارن السطر ديالو بواحد النوع تاع السيجار كيتصايب في كوبا، هو من افضل الانواع في العالم كيتصايبو لي سيجار في ديك البلاد. وقال النيفو ديال الطول بلي عنده داكشي عيان، وداكشي اللي كيحطو هويا راه كيحطو غير ملي كيكون مسالي وغير في لي ويكاند. لا غير داكشي اللي خاص ليك الشابو، راه ما تبغيك حتى شباب هواره تخدم كابو. حتى من شباب هوار اللي عندهم لي جوار ضعاف ما غاش تدخل تلعب معاهم. و الا بغيتي تلصع كاع ودير فيها شي حاجه واعره، وبغيتي تكون زعما كابو ديال الجمهور، ما غاش يقبلوا بيك. ماشي غير جيتو حطيت عليك الطومبو ربيتو البراش غير بالقرقوبي فلومبو. راه ماشي غير جيتو كلاشيتك، راه حتى شفتك عيقتي بدوك السطوريات المحشره تاع القرقوبي، وبليتي بزاف تاع الدراري صغار وتانسبيرو من عندك. انا راه ما عاجبنيش هادشي يكون دراري صغار ضحيه بسببك. كيبي بي بقدا صفتي فونس قال لي جاني هايش كنخلي في وجهو الكرابو. بوز داير بحال بيبي والعنف ديالو في التيران اللي طاح قدامه غادي يتقبو. ما عرف على بيبي انه كيلعب اغريسيف في التيران. كنديرو موسيقى ماشي كنتسابو، فيكم غير الاشهار كي كاميرات اوبو. راه حنا كنديرو الموسيقى ماشي كنتسابو هنا، يعني الا بغيتي كلاشي كلاشينا بشي حاجه تاع الموسيقى والراب، ماشي غير بقى تسب مزك انا بعدا. اما نتوما راه ما عندكم والو بحال اشهار كاميرات اوبو. ما عرف على شركه اوبو كدير الاشهارات التليفونات ديالها، لانهم فيهم كاميرا واعره، ولكن هما في الاصل عندهم كاميرا زيرو. ديكاليتي في التريل تاع الدرابو مورا داك التراك ديال الكاكو كيف سبوبو. من بعد ديك الديكالاج في التراك ديالك غير خبي وجهك بحال سبوبو ناري هنا شكون جبد. واحد من اساطير في الكلاش في الراب المغربي الا مشى حتى جاوب الفرده غادي تشعل تاع بصح. واش في نظركم الدراري غادي يجاوبوا الفرده؟ عطيو الراي تاعكم في لي كومونتير. هذا باين نوبه صافي درنا الهضر وهبط النوبه، هذا باين نوبه ما داروا الموسيقى مقصدو توبه. هنا كيجي لاغوفغان ديال التراك اللي واعر بزاف، كيقول فيه انه دار على دروابا كاملين، كل واحد النوبه ديالو، كل واحد وجابتو ليه السنطه، وحتى اللي ما جبدوش دابا راه مازال جايه النوبه تاعو، واخا هما ما داروا موسيقى ما تابو غير كيخرب. ماشي ضروري تبان لينا اندار، ديروا شي قلوه لولادكم نتوما اللي كبار. ماشي ضروري تبان ليا واعر باش نحترمك، نفع غير ولادك بعدا ووالديك، اما حنا راه قادين براسنا. طواكسه في الافكار دايزا ستار، داروا باس فان مخاريه في البولفار. همكم غير طاكوس وكيفاش تصوروا مزيان وتحطوه في ستوريات، وهادشي راه باين في لي بولفار في العقل ليا الخامجه والتنظيم زيرو. اللي دايره الدوله في لي زونفون بيدوكاسيون ميتا ديرو لازو. راه داكشي اللي دايره الدوله في الوليدات الصغار لا قرايه تربيه ولا تعليم غير خليها الله. زادوا لينا داك الروابا اللي بحال كيا على كيا بلي زيماج البنزو. هنا كلاش طوطو حيت هو الوحيد اللي حط ستار كيا على كيا في تراك دلالي، المره الثانيه هذه اللي كيتوقع عليه فيها. يا بالراب يا بالبيرو يا بلونفي نفس لوبجيكتيف نوضو نتفارضو. راه بالراب او بالقرايه، يعني راه كيف الموسيقى كيف التعليم، راه عندنا هدف واحد هو نغيروا شي حاجه ونبدلوا البلاد، المستقبل زوين. اختي الاستاذه والاستاذ فيفا لا ليبرتي مازال غنناضلو. حنا معاكم الاساسيده غير ناضلو على حقكم، راه حتى حنا غادي نوضو شي نهار نهضروا على حقنا وقت ما طال الزمان او قصر. زيدوني الكاس زيدوني الباص بوز فورمي الماتير دلي كلاش. بوز عما قريب غادي يولي يبيع لي فورماسيون باش تكلاشي مزيان، اي واحد باغي يبدا الكلاش. بوز هو السيمو لايف ديال الراب. ولد الاطلس عيشها كلاس ماشي كيف مصوراني دوزين في اش اش. انا راه ولد الاطلس وعايش بيه خير وحسن منكم، وهنا راه كلاش شايفين في الدي كومونتير اللي كنصورت معاهم دوزين في برنامج اش اش. جيبو ماكتر هذا راه ديجا عتر، اللي باغي يلحق النيفو راه خصو عمر. جيبو ماكتر هذا راه كنهضر عليه راه ديجا عتر في الكلاش الاول ديالو، واخا يجاوب دابا راه خاسر، يعني يجيب شي واحد مزيان
ديروا العقبر بعد السبعة نوشبر كي حماس اللي جاني في طريق. الله أكبر الله أكبر. غير دير لي قبر راه صافي مات، وأنا دير كيف حماس اللي جا في طريقي نصفيها لي ونكبر بالله الله أكبر. اش بان لكم الدراري في الكلاس ديال بوز شحال تقدر تعطيه بلا واحد على 10؟ بغيت كلشي يجاوب في لي كومونتير ونتلاقاو في لي ريفيو جديدة، كاين بزاف ميدان. ان شاء الله في راسكم.